السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها بالعناوين. من موقع المشاهد نت، رجل أعمال في حضرموت يدعو والدته لافتتاح مشروعه الخاص بدلا عن المسؤولين. صحيفة عربية تقول إن ميليشيا الحوثي تجبر طلاب المدارس على التبرع بمصروفهم اليومي. مجلة طبية بريطانية، 4 دول عربية لم تغير موقعها في قائمة الشعوب الأكثر كسلا. في الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي، بعد 3 أعوام السفر إلى استراليا بدون جواز سفر. أهلا بكم، والبداية من الخبر الذي ورد في المشاهد نت، وقال الموقع إنه في حادثة فريدة قام تاجر حضرمي بإحضار والدته لافتتاح أحد مشاريعه المجتمعية. وقال الموقع لم يقم رجل الأعمال الحضرمي علي الرشيدي بدعوة أحد رجاله أو رجال الدولة أو الشخصيات الاجتماعية في المحافظة لافتتاح المشروع المجتمعي الذي جرت مراسيم افتتاحه صباح الثلاثاء بمدينة القطن في وادي حضرموت كعادة نظرائه من التجار. وبدلا عن ذلك قام بإحضار والدته لافتتاح وقص شريط حديقة الأسرة. المشروع الذي يتكون من منتجع ترفيهي يحتوي على مطاعم وألعاب ترفيهية للأطفال ومسرح للاحتفالات وقاعة أفراح. ويتابع الخبر، هذه الخطوة لاقت الكثير من ردود الأفعال المستبشرة والمؤيدة للمبادرة واللفتة الجميلة التي أقدم عليها الرشيدي. سياسيا، قال موقع يمن مونيتور إن جماعة الحوثي تعلن عن فشل مساعي الأمم المتحدة من أجل السلام في اليمن. وقال الموقع إن محمد عبد السلام الناطق باسم الجماعة زعم أن إسماعيل ولد الشيخ جاء إلى صنعاء ولا يملك شيئا سوى الطلب من وفدهم الذهاب إلى الأردن لتدريب لجنة التهدئة والتنسيق. وأضاف ناطق الميليشيا، تعودنا من زيارة المبعوث أو حتى من إدارته لملف التفاوض اليمني الذي ترعاه الأمم المتحدة أنه لا يمتلك أي جديد. لما تخيل أن هناك من لا يزال يعتقد أن ثورة الشباب 11 فبراير السلمية هي سبب كوارث ما تعيشه اليمن اليوم. تخيلوا تتسببون في الحرب الداخلية والخارجية ثم تتهمون ثورة 11 فبراير السلمية. هكذا بدأ خالد الرواشان مقاله المشهور في موقع الموقع بوست. أي منطق هذا؟ تطردون رئيس جمهورية منتخبا وتقوم قيامة العالم كله، مجلس الأمن والجامعة العربية، وتتم معاقبة اليمن بالحق وبالباطل بسبب حماقاتكم، وتعلن الحرب على اليمن بسبب مغامراتكم، ويتم تدمير مقدرات البلاد، ثم تقولون أن ثورة 11 فبراير السلمية هي سبب كل ما حل باليمن. تفجرون اليمن مذهبيا ومناطقيا، وتحرقون المدن، وتختطفون المواطنين، ثم تقولون أن ثورة 11 فبراير السلمية هي السبب. كانت ساحات 11 فبراير بلا سلاح، بينما سلحتم الجميع حتى الأطفال، وما تزالون تلوون أشداقكم على ثورة 11 فبراير وتحملونها المسؤولية. ثورة 11 فبراير السلمية كانت لحظة شعب رائعة ومهيبة لا تتكرر بسهولة في حياة الشعوب. صحيح أنه تم استغلالها، هذا يحدث، هكذا هو تاريخ العالم. لا يوجد تاريخ ناصع البياض حسن الهندام مغسول بالصابون، لذلك فإن لحظات ارتفاع الشعوب لا تتكرر في حياتها ببساطة. الارتفاع ليس سهلا، تأملوا أين أنتم اليوم، تأملوا حطاط لحظاتكم الراهنة فحسب، عربيا ودوليا وإقليميا والأهم داخليا. الشعب يموت جوعا وبلا رواتب، بلغتم قعر الهاوية بالبلاد وبأنفسكم، وما تزالون تتشدقون على ثورة 11 فبراير. على من تكذبون؟ عرفناكم وخبرناكم، تتخبط البلاد منذ 2 سنين في قعر الهاوية، بتنا يائسين أن تتغيروا أو ترتفعوا. ارتفعوا لأجل اليمن، لأجل سلامة البلاد وسلامة الشعب، بالطبع لن تفعلوا. الضباع لا ترتفع، لا تطير، الارتفاع
ليس سهلا. حول ما تشهده مدينة تعز عن أو من أحداث عنون موقع الموقع بوست، اضطراب الجبهة الداخلية يثير المخاوف من المستقبل في مدينة تعز. وقال الموقع: تجددت الاشتباكات الداخلية بين فصائل في المقاومة الشعبية بمحافظة تعز في وقت تشهد فيه المحافظة معارك شديدة على الساحل لتحريره من الميليشيات الانقلابية. ويعلق الموقع: تزامنت الاشتباكات مع تحرير المخا الساحلية والمطلة على باب المندب واستمرار الجيش الوطني بالتقدم في مختلف جبهات القتال بالمحافظة. وهو ما دفع بعض المتابعين إلى قول إن تلك الممارسات تقف وراءها أطراف عدة تهدف إلى عرقلة استكمال تحرير تعز، مطالبين بضرورة تفعيل أجهزة الأمن في المحافظة. عملية تحرير المخا وتطوراتها ينقلها موقع المندب بريست عن أحد صحفي المدينة، ويقول الصحفي إن خط المخا عدن بيد القوات المسلحة وكذلك خط المخا تعز، فيما لا تزال المواجهات عنيفة على خط المخا الحديدة حيث يحاول الانقلابيون عرقلة تقدم قوات الشرعية. وتوقع الصحفي استكمال إحكام السيطرة على خط أو الخط الأخير لتبدأ معركة إقليم تهامة. وكان مصدر في القوات الشرعية قد أشار إلى أن الجيش والمقاومة الجنوبية مسنودين بالتحالف العربي لا يريدان اقتحام المناطق التي يتحصن فيها المتمردون الذين يتخذون المدنيين دروعا بشرية بعد أن انتشروا بين المنازل والأحياء السكنية. قال موقع الاشتراك نت واصفا مدينة المخا: إنها بدت هادئة أكثر من اللازم بعد معارك ساخنة استمرت طوال الأيام القليلة الماضية، انتهت بإعلان الحكومة الشرعية استعادة مدينة وميناء المخا للتاريخي وإنهاء سيطرة الميليشيات الانقلابية هناك. ويضيف الموقع: هدوء المخا لا يأتي ضمن السياق الذي عرفت من خلاله هذه المدينة، لأنه من وجهة نظر عسكرية ينطوي على مخاطر لا تزال قائمة، أبرزها تتمثل في وجود مزارع ألغام منتشرة داخل المدينة ومنافذها، إلى جانب وجود عدد من القناصة المختفين داخل المنازل. قيادات عسكرية تحدثت للاشتراك نت وأكدت أن المخا عسكريا لم تعد تحت سيطرة الميليشيات التابعة للحوثي وصالح. أولويات الدولة والمواطنة، تحت هذا العنوان كتب فتحي أبو النصر مقاله المنشور في يمن مونيتور، وقال في أجزاء منه: لا تثير الميليشيا إلى التوحش، كما لا تتحمل مسؤوليات دستورية وقانونية وأخلاقية، لأنها التجلي الأبرز لوعي ما قبل الدولة الذي هو ضد العيش المشترك والكيان الوطني. وأما من يؤيدون الميليشيا سواء أكانت أيديولوجية مذهبية أو مناطقية ويتحمسون لها، فإنهم يؤججون نزعتها العدائية لفكرة الدولة وتعطيل السياسة وترهيب المجتمع. والحال أن الميليشيا تهورت وهي تصادر ما تبقى من سلطة الدولة، وحتى اللحظة لا يبدو أن سلاما سيحضر قريبا، غايته النهوض من الركام وتقديم صياغة نهضوية تصحيحية جديدة للحاضر وللمستقبل. فبينما تتوغل البلاد أكثر في أقاصي العنف، يدفع اليمنيون كلفة فادحة لذرائع مراكز القوى وصراعاتها وأنانياتها التي لا تمت بصلة للدولة الوطنية الجامعة. وبما أنه كان بالإمكان معالجة الدولة الهشة بقليل من المسؤولية والشفافية مع المجتمع قبل أن يحدث كل هذا، إلا أن الدولة حين تتفكك وتعم الفوضى يصعب على المجتمع المنهك الوقوف صفا واحدا ضد كل ما تراكمه العدائية المتفشية ذات الغريزة الجحيمية الشاملة ضده وضد أطلال الدولة كذلك، على أن الأوضاع الإنسانية الفظيعة ستظل هي عبء الوطن الأول. فكل هؤلاء طبعا لا يعترفون سوى بمصالحهم فقط، ما لم فإنهم يفضلون الانتقام بصنع الخراب وتدمير الدولة والمجتمع معا. لكن الشعب المغلوب وقد دفع تضحيات كبيرة ومؤلمة لن يحترم سوى من يدافع عنه بوعي وطني حقيقي دون أي انفصام، أو من يوقف الحرب ليجبر الضرر الهائل الذي وقع على الشعب من كل النواحي. من بين أخبار الصفحة الرئيسية لموقع المصدر أونلاين نقرأ: مسلحون حوثيون ينهبون شحنة إغاثية متوجهة إلى البيضاء مقدمة من برنامج الغذاء العالمي.
بحسب مصادر محلية للمصدر أونلاين، فإن مسلحين حوثيين أوقفوا 3 شاحنات محملة بالمواد الإغاثية كانت في طريقها إلى المتضررين من الحرب في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، واستولوا على الشحنة ونقلوها إلى أحد المخازن التابعة لهم. وقال مصدر إغاثي إن الشحنة كان من المقرر أن توزع على 2800 أسرة متضررة، وتتضمن مواد غذائية ضرورية قدمها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. ويذكر أن ميليشيا الحوثي سبق وأن صادرت عددا من الشحنات الإغاثية المقدمة من منظمات دولية لصالح المتضررين من الحرب في أكثر من محافظة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. إلى صحيفة العرب الجديد والتي عنونت في إحدى صفحاتها: طلاب اليمن مجبرون على التبرع بمصروفهم اليومي. وتقول الصحيفة: لم يكن أمام صالح عبد الكريم إلا الاستجابة لمطالب إدارة المدرسة التي طلبت من أبنائه مبالغ مالية دعما للبنك المركزي اليمني. ويقول عبد الكريم: صعقت عندما قرأت الرسالة التي سلمني إياها ابني الصغير 8 سنوات، قال إنها من المدرسة وطالبني فيها بدفع مبلغ مالي لدعم البنك المركزي اليمني المهدد بالإفلاس. مضيفا: عندما سلمني الرسالة اعتقدت لأول وهلة أنها تطلب مبلغا لدعم مرتبات المدرسين المقطوعة منذ أشهر حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم في التدريس، لكن لغة الرسالة كانت مشحونة بالعبارات الدينية ثم مفردات الحرب وضرورة دعم البنك المركزي. عبد الكريم قال إن ابنائه أكدوا له بأن فريقا مسلحا من المقاتلين قدموا على متن سيارة عسكرية ودخلوا المدرسة، ثم توزعوا على كافة الفصول وألقوا محاضرة تحدثوا فيها عن أهمية دعم الاقتصاد وأن ذلك شكل من أشكال الجهاد ضد أعداء البلاد. إلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي عنونت في إحدى صفحاتها: وزير التربية والتعليم 1700 مدرسة دمرتها الحرب. وقال وزير التربية والتعليم اليمني عبد الله اللملس إن 1700 مدرسة تم تدميرها خلال الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية على مختلف المحافظات. الوزير أكد أن البنية التحتية وتوفير المكاتب الكتاب المدرسي هي من ضمن أولويات الوزارة ضمن توجيهات تم رسمها خلال هذا العام. وأشار إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير منهج القراءة والاتجاه إلى المسارات الحديثة التي ستساهم في تطوير العملية التعليمية في البلاد. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في الشأن اليمني: بن دغر يدعو إلى توثيق جرائم الانقلاب. رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر شدد على ضرورة قيام المنظمات الدولية والحقوقية بتوثيق جرائم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في حق الشعب اليمني، لا سيما استمرارها في الاعتقالات التعسفية لكل من يخالفها الرأي والتجنيد الإجباري للأطفال بما ينتهك الحقوق والحريات. وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فاضل دعا المنظمات الدولية إلى فتح مكاتبها في عدن، متعهدا بتقديم الحكومة كل الدعم لتسهيل مهامها الإنسانية بكل حرية. يخرجون بسرعة ونمكث أبدا. تحت هذا العنوان كتب الروائي العربي المعروف واسين الأعرج مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، وقال واسيني: حدثني جريا في يوم واحد الجمعة من 20 يناير الجاري، تجاورا بشكل غريب حد التماهي، لا تصل بينهما إلا المسافات. تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في احتفالية كبيرة، وتنصيب الرئيس الغامبي أدام بارو في المنفى وهو الذي فاز بانتخابات بلاده بشكل طبيعي. عايشت منذ طفولتي على الأقل 10 رؤساء أمريكيين، وظلت أمريكا هي أمريكا، لكني بالمقابل عايشت رؤساء عربا وأفارقة لم يغادروا مناصبهم إلا محمولين على توابيت. في الفترة نفسها وتحت سماء واحدة وأرض واحدة وإن اختلفت المسافات، كان الرئيس الغامبي أدام بارو المنتخب ديمقراطيا ينصب في المنفى في سفارة بلاده في السنغال بدل احتفالية ملعب بانغول، بعد أن رفض الرئيس الغامبي السابق يحيى غامي الذي التصق بالحكم منذ عام 1994
التسليم بالحكم على الرغم من إقراره بنزاهة الانتخابات. وبدل أن يغادر باحترام بعد أن هزمته الديمقراطية، أعلن يحيى غامي عن حالة الطوارئ لمدة 90 يوما في البلاد. ماذا كان يكلفه لو خرج كما يخرج كل الديمقراطيين بسماحة وشجاعة، ويغادر الكرسي الذي احتله مدة 23 سنة وسيره بقبضة عسكرية باردة؟ كم نشتهي أن نرى في العالم الثالث وعالمنا العربي تحديدا رئيسا سابقا لا يخرج محمولا على نعش، يعانق بحب رئيسا جديدا على المنصب، معترفا له بالنجاح في الانتخابات، ويرافقه وزوجته حتى باب الرئاسة، ثم يودعه باحترام بدل أن يتشبث حتى الموت بمنصبه. كيف لرجل حكم منذ العام 94 لا يشبع ولا يصاب بتخمة رئاسية ويظل يطمع في المزيد ولو على جثته؟ في الخبر الأكثر قراءة في صحيفة القدس ورد تحت عنوان: وجهك هو جواز سفرك قريبا بمطارات العالم. وقالت الصحيفة: يبدو أن جوازات السفر ستصبح قريبا من الكلاسيكيات التي لا حاجة لها بالنظر إلى خطط لاعتماد نظام جديد في التعرف على المسافرين دون الحاجة إلى تلك الوثيقة الشهيرة. ووفق ما أعلنته وزارة الهجرة الإسترالية وحماية الحدود، سيعتمد النظام الجديد الذي من المقرر أن يتم تعميمه بحلول عام 2020 على استخدام تقنية التعرف على الوجوه، وربما أيضا بصمات الأصبع أو الأصابع بغية التعرف على المسافرين الذين يمرون عبر مطارات البلاد. وستعفي هذه التقنية الجديدة المسافرين القادمين إلى أستراليا أو المغادرين منها من إظهار جواز سفرهم إلى ضباط الهجرة، كما سيتم إضافة محطات إلكترونية خاصة بالخدمة الجديدة، علما بأن نجاح التجربة سيؤدي على الأرجح تعميمها حول العالم. إحصائية لم تتغير نتائجها منذ 5 سنوات صادرة عن مجلة The Lancet البريطانية الطبية التي تأسست عام 1823، قالت: قائمة الدول الـ20 الأكثر كسلاً في العالم. وقالت المجلة إن هناك 4 دول عربية بين هذه الشعوب المشمولة بالمسح، حيث احتلت المملكة العربية السعودية المركز الرابع بنسبة الخمول البدني تصل إلى 68%، فيما أتت دولة الكويت في المركز السابع بنسبة الخمول البدني إلى 64%. أما دولة الإمارات العربية المتحدة فقد احتلت المركز التاسع بنسبة الخمول البدني 62%. أما المركز الرابع عشر جاءت دولة العراق بنسبة الخمول البدني إلى 58%. مستقبل العرب بين الإصلاح والثورة. تحت هذا العنوان كتب محمد شومان مقاله المنشور في صحيفة الحياة. القصد أن ثورات العرب أصبحت تجربة تاريخية مهمة ومؤثرة، وبقيت منها أفكار وقيم لابد من احترامها والاسترشاد بها في عمليات الإصلاح التي يجب أن تبدأ بسرعة في دول الربيع العربي الخمس وفي غيرها من بلاد العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى انطلاق شعارات الإصلاح العربي وضرورات التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة قبل عام 2010، لكن أغلب الأنظمة العربية لم تأخذ أفكار الإصلاح ومشروعاته بالجدية المطلوبة وتحايلت عليها، وما تحقق منها لم يرضي الجماهير العربية خاصة الشباب الذي خلق مجالا عاما افتراضيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فيما كانت الأنظمة غير قادرة على ملاحقة أو تقييد هذا المجال العام الذي كان جديداً وغريباً على أنظمة قديمة وحكام تجاوزهم الزمن ومتطلبات الإصلاح. لقد جاءت ثورات العرب بعد أن تعثرت عمليات الإصلاح ووسائله المشروعة في إطار الأنظمة السياسية الحاكمة، وهو درس التاريخ الذي يجب أن تتعلمه النخب السياسية الجديدة في الدول العربية. فالإصلاح الشامل هو صمام الأمان ضد ثورات واضطرابات أو انتفاضات جماهيرية، ولدينا الآن بعد 6 سنوات من الثورة رصيد كاف وتجارب مريرة لتعلم درس حتمية الإصلاح. الصينيون يحتفلون بعام الديك. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة الإمارات اليوم جولتها المصورة التي تنقل صورا من الصين توضح الاهتمام الذي يوليه الصينيون لهذا التقليد القديم. نتابع الصور.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. أما الآن نتابع في الختام مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.